وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ على دور السودانيين في المهجر في دعم الحراك الثوري، ودعت لتكاتف الجهود لتحقيق التغيير المنشود. ما بنقدر نعمل التغيير المنشود والسودان الذي نريد إلا نكون سوا، وسوا بنقدر، سوا بنقدر نعمل التغيير كله. العافية درجات، نحن بدينا لكن نحن مقتنعين بالتغيير ده. والثورة دي جات بثمن غالي شديد، وهو حراك طويل شديد، دم كثير. تشهد ثاني على يعني ترحم على جميع الشهداء في ديسمبر سبتمبر وكل ال 30 سنة اللي فاتت دي في كل بقاع السودان. نتكلم عن السلام، نتكلم عن انه نحن ده فعلا ده الوقت الهسجة انه نحن كلنا نحاول نشوف نحن سوداننا وين، كيف نقدر نبنيه، كيف نقدر نرجع، كيف نقدر نشتغل سوا، كيف نقدر نبني الثقة في انه نحن ما الحكومة القديمة ولا النظام القديم ولا الفهم القديم ولا نحن عايزين نلخم الناس ولا كذا.